ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على القتال، بايعوه على الموت. لما المشركون أبوا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة للعمرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوضهم، فجاءت إشاعة أن عثمان قتل، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، فطلب من أصحابه البيعة فبايعوه، وكانوا 1400 بايعوه على الموت، بايعوه على الموت. ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كما هو معلوم. الشاهد أن الله ذكر هذه البيعة وأثنى على أهلها ورضي عنهم. نعم.